انا عايز ابني عشان ادفنه، عشان قلبي ارتاح، نار قايدة في قلبي، برده قلبي، جميع اللي يسمعني يحط ايده على قلبه، الاب او الام اللي محروقين بقالهم 8 سنين عايزين يطمنوا على ابنهم ويدفنوه عشان يقرأ على الفاتحة وقلبنا يرتاح. هو لو مات على فرشته هنقول ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اللي عايزه، مش هنعترض على حكم الله، لكن بالإجرام ده ما ينفعش، ما ينفعش. عايزين العدالة، العدالة تاخد مجراها، لأن دم المجرمين، والمجرم لازم ياخد جزاءه، المجرمين لازم ياخدوا جزاءه. اهلا بكم متابعه الاجراف مصر. احنا معكم النهارده في مدينه المحله الكبرى هنا في محافظه الغربيه، جايين مع حضراتكم نرصد وقعه العثور على جثمان محمد عطيه داخل جرفه احدى الترع في مدينه المحله الكبرى. هنتعرف عن القصه وما فيها من والده ووالدته. اهلا بك يا عم الحاج. يا مرحبا يا باشا. البقاء لله. نعم بالله. احكي لنا القصه، عرفنا نفسك الاول. انا عطيه عبد العزيز العدلي من عزبه الترزي تبع مدينه تبع المحله الكبرى. ماشي. بين بشبيشه وبين ضمره. طيب ايه القصه وايه الحكايه؟ والله لسه احنا ناس محترمه في حالنا، من غيتنا لبابنا وبنقفل علينا بابنا، ملناش لا في الشغب ولا في الكلام الفاضي ولا الحاجات اللي ما تتقالش دي. هم ناس قاعدين لي الحاجات دي، هم ناس قاعدين لي الحاجات اللي رايحه واللي جايه واللي فلان وعلان، احنا ملناش في القصه دي. طيب خلينا نعرف التفاصيل. انت قلت محمد كان مختفي، احكي لنا الواقعه من بدايتها. محمد مختفي من 8 سنين، من 3/3/2015. طيب قول لنا ايه جه محمد عبد الفتاح استجرده، كان في الشغل ابني وشغال، هو شغال في النقاشه وشغال في التخفيق، ماشي، الاثنين مع بعضه تمام. ومع زمايله قاعد يلح عليها ريح العصريه، فقالوا له يا محمد الواد ده عمال يلح عليك ليه طول العصريه؟ لا انت بتمشي معاه ولا انت كنت بتعرف عليه اصلا ولا بتبص له؟ قال لهم انا هشوف عايز ايه. جه محمد روح ولبس وقال لها يما انا جاي اهو. طلع فين يا محمد؟ انا جاي اهو. طلع معاه، لما طلع معاه اتنين راح جاب هريسه، محمد عبد الفتاح راح جاب هريسه من الدكان، والمهم ومشوا. لما مشوا وقعدوا هناك، وقعدوا في بنتيج الترعه، ما عادوش في على الكراسي بتاع القاعه، قالوا لا تعال ننزل تحت كده عشان ما حدش يشوفنا. يعني القاعه جنبهم ما فيش 10 متر ولا 20 متر. قال له لا تعال نقعد في بنتيك الترع عشان ما حدش يشوفنا. التاني بقى عمال يلعب في التليفون. ابنه كان مولع سيجاره وازازه الكنز جنب منه. فالتاني بقى مسك التليفون كده، وعلى ما طبعا ولع سيجاره ابني، والتاني عمال يلعب في التليفون على رمز ان يديهم ايه انتباه ان محمد معايا. مفيش، في ثانيه كانوا على دماغه بين الاسفلت والترعه 3 متر، على ما يطلع لهم يطلع، لما يطلع على الشط يعني لو جوز عيال وهو على الشط تحت هيضربوه. طب ايه السبب؟ انما جيش. ايه السبب؟ ايه السبب الخلاف اللي ما بينهم؟ ناس رميه جت، عشان ما نتوهش الناس برضه. ناس رميه جت، هم ناس بيقولوا ان السبب بنت جيران. ولا الكلام قال كده. رميه جتت عليه. ناس نضاف. في مشاكل قبل كده معاهم ما بينهم؟ لا ما كانش فيه. طب انتوا خلال 8 سنين كنتم فين او كنتم بتدوروا؟ يعني انت لسه عصرين على الرفات بتاعته؟ ما هو في الثمان سنين، في الثمان سنين دي من لفينا لحد ما واحد قال لي ابنك مدفون في ارض زراعيه في الحته الفلانيه. خدت في الدنيا، خدت بتشتي، قعدت يومين اتنين تشتي ورا بعضهم، مشيت في قلب الغلالي وانا شايل الكوره كان على كتفي، قعدت افحر متر ونص في متر ونص وافحر عليه. الدنيا كانت بتصب عليا ميه وانا جسمي بينقع ميه كده، العرق نازل من على وشي، عايز اوصل لابني.
قعدت ابحر ابحر ما لقيتش متر ونص، في متر ونص طول ما لقيتش حاجه. خدت الكوريك قال هدومه كلها لسه بعيد عنك طير، وبقيت ماشي ماشي رجلي تروح كده ورجلي تروح كده من الزعل. على ما وصلت الدار قعدت اسبوع تعبان، مع اني ما خليتش لا شيوخ، انا ما خليتش لا شيوخ ولا مسؤولين، ونمت في الشوارع في مصر اكتر من شهر. صرفت 3000 جنيه وانا نايم في قلب الشوارع، في قلب الشوارع بقيت اروح المسؤولين. ورحت قصر عبدين برضه، قدمت شكوى في قصر عبدين ولل 8 سنين وانت دايق، وانا دايق رحت للنائب العام برضه عملت شكوى هناك. طب يوم ما عثروا عليه بقى عرفت ازاي والخبر جالك ازاي وعرفت ان هو ابني؟ انا عرفت ان ابني، انا عارف ان ابني ده كان قريب منكم. ايوه قبل مني على طول. يعني يمكن انا ورا في الارض، احنا ناس فلاحين، وانا بدبق في الارض كده اسمع اللي بيندع علي يقول لي يابا. طيب هنرجع لك تاني، هنرجع لك حق البقاء لله ونعم بالله. حضرتك والدة محمد؟ انا والدة محمد. البقاء لله الاول ونعم بالله. قولنا انت سمعت الخبر ازاي؟ سمعنا الخبر الراجل اللي واقف، الراجل المحترم الحاج ابراهيم بتاع بشبيش واقف والكراكه بتشتغل، طلعت الجمجمه قال لهم دي جمجمه بني ادم، بلغوا عنها ما حدش بقى رضى يبلغ. طب انت عرفت ان محمد ازاي؟ عرفته بعد ما خدت الجمجمه في حجر كده وخطيت فيه قلب الام، النار اللي في قلبي بردت. عرفته ابني حبيبي وقلبي ونور عين. حد بيتوه عن عياله؟ مهما كان السبب محدش بيتوه عن عياله. كتفينه بالسواتر بتاعه وبهدومه وبحاله، مكتفينه بالحبال، مخش مخليين حتة وربطين في الحبل حديدة وربطينها في الماسورة، دفنونه صح. الظلمة الكفرة اللي ما عندهمش دين. خليكم مش خايفين مننا، خافوا من ربنا. ابن اختي راح لهم قال لهم انتوا وديتوا الواد ده فين؟ قال لهم ده جرى في الارض الزراعيه. لما قام بقى وسابهم قال لهم هنلاقيه، تقوم كريمه تقول له مش لو لقيته يعني متاكده ماسكه جماد. يعني انتوا كنتوا عارفين من الثمان سنين ان هم دول اللي جنا؟ امال ايه؟ هم دول. طب هما فين دلوقتي؟ في ناس في المحبوس. محبوس من سنتها ولا محبوس من لا ما المحبوسين ايام الواقعه ده. اه كريمه وسهام يقولوا له مش لو لقيته، وعباسط يقابله يقول له مش لو لقيته، انت لقيته بيقلس علينا يعني. عباسط بيقلس علينا كل ما يقابل ابن اخته يقول له انت لقيته مش لو لقيته، وربنا ظهره، ربنا ظهر وظهر له حقه. لو ظالم ما كانش ظهره، انما هو ما ظلمهمش، عشان ما ظلمهمش ربنا ظهر وظهر له حقه. والراجل الطيب المحترم جانا وخدنا وقال لنا ابنكم اهو تحت الزلطه ده نفس المكان. وراحوا قالوا له غير اقوال، راحوا قالوا له غير اقوال، الشهادة بتاعتك غيرت. بس دي راجل محترم عادي. نفسنا عظمه يجي بقى وندفنه. اتعذبنا، خطف الفرحة مننا، الحزينة خطف الفرحة مننا. يعني تعرف على تفاصيل القصة بقى بالكامل، هم الوالد والوالدة الله يكون في عونهم مش عارفين يشرحهم الواقعة بالظبط. هنتعرف من المستشار محمود ابو زيد محامي المجني عليه ومحامي اسرته اللي هيقول لنا التفاصيل والشق الجنائي، ونتعرف منه عن القصة وما فيها. اول برحب بيك وبكل متابعينك. القصة طبعا زي ما بنقول بتبدأ 2015 الاسرة الكريمة، كان شهر 3
أفراد من عيلة الحسينة تعدوا على محمد عبد العزيز، محمد عطية العدلي، تعدوا عليه بالضرب وخطفوه أو إنهم احتجزوه أو كده. الأب توجه لشرطة المحلة، عمل محضر سنة 2015، من الوقت ده ومحمد مختفي. وجه لهم محضر ساعتها بالضرب وإخفاء محمد، ما كانش ساعتها هو الأب متيقن أو متأكد إن محمد توفى. من وقتها والأب بيبحث إلى سنة 2019. 2019 اتهدد ابنه الصغير بإن لو أبوك ما سكتش إحنا هنعمل فيه وهنسوي فيه وهنعمل فيك نفس اللي عملناه في أخوك. وبناء عليه اتوجه الأب لمركز شرطة المحلة، حرر محضر ليهم في النيابة، حرر محضر ليهم، والمحضر ده اتحقق تحقيق قضائي، والتحريات المباحث وقتها قالت إن محمد سافر ليبيا. تحريات غريبة جدا وعجيبة جدا، وكانت حتى هي ساعدت الجناة دولت إن هم فعليا هم افتكروا إن كده الجريمة بتاعتهم بقت جريمة كاملة وإن هم هربوا من العدالة. في الوقت ده من 2015 إلى 2019 اتحرر الراجل اللي قدام حضرتك ده أكتر من 12 محضر، ضرب وسب وشتم وإهانات، كلهم هو متهم فيهم، كلهم متهم فيهم عشان بس يسكت عن حق ابنه، وعشان ما يتكلمش عن حق ابنه، وعشان الراجل ده الفلوس اللي هي معاه والفلوس اللي هو بيجري بيها على ابنه يجري بيها على المحاكم عشان خاطر ان هو ينسى الموضوع تمام. بعد التحريات اللي حصلت ديت قدمنا تظلمات عديده، تظلم للمحامي العام، تظلم للمحامي العام الاول الى عام 2022. لما الناس زهقت مننا قالت لنا لو كنتم متاكدين ان ابنهم ده توفى ارفعوا قضيه وقولوا ان الابن توفى وقتها ان احنا ممكن نجيب لكم حقكم. رفعوا قضيه اعتبار المفقود ميت سنه 2022. 2022 اتحكم فيها في 2023، والى 2023 ظهرت بقى في شهر 9 هو موضوع اللي هو الجمجمه اللي ظهرت دي. المدعو اللي هو ابراهيم جه في يوم من الايام راح لعم عطيه قال له ان في جثه موجوده، تمام؟ الجثه اللي موجوده ديت هي بتاعت محمد عطيه، وبناء عليه الجهات الرسميه اتحركت. احنا بس عايزين نتكلم في تفاصيل الواقعه نفسها وقت الواقعه، لان حقيقه الواقعه نفسها ظهرت بقى من شهر 9. الناس دولت عملوا ايه؟ الناس دولت قطعوا الكهرباء في 2015 نص ساعه. الناس دولت كتفوا محمد باكتر من 12 حبل او 13 حبل موجودين، فيهم حبال دايبه وفيهم حبال موجوده الى الان. الناس دولت كتفوا محمد حي ورموه في ماسورة صرف صحي وحطوه وحطوا عليه حديد، حطوا حاجات حديد عشان خاطر محمد ما يتحركش بالحبال. الناس دولت رفعوا منسوب الميه في الترعه عشان خاطر محمد ما يظهرش، او الريحه او الجيفه اللي موجوده ما تظهرش. الناس دولت كانوا مدبرين تدبير كامل لانهم عارفين ان الترع والمصارف بتتطهر، لكن المواسير بتاعت الصرف القديمه ديت ما بتتطهرش ومحدش بيجي يمها، الى ان رئيس الجمهوريه هو اللي اصدر قرار بان يتم تبطين الترع والمواسير دي تتشال، ما كناش هنلاقي جثه محمد العمر كله، تمام؟ هنا بقى، هنا في 2019 لما ظهرت حقيقه الواقعه، تحريات المباحث جابت العلاقه اللي كانت موجوده وجابت كل التفاصيل، وبناء عليه اصدرت نيابه المحله امرها بضبط واحضار المتهمين. انضبط المتهمين، 5 متهمين، متهم منهم خد اخلاء سبيل لان وقت الواقعه كان عنده 16 سنه، لان هم كانوا وقت الواقعه لمين بعضهم، حتى الاطفال اللي كانت في بيتهم كانوا جايبينهم، وكان محمد ما كانش كان قاتل من عندهم، ده لو حتى كان له علاقه بالبنت اللي انتوا اللي الكل بيقول عليها. انا عايز اقول لحضرتك ان الى الان البنت دي او السيده ديت متزوجه من زوجها وقاعده معاه ومخلفه منه بدل الطفل 2 و3. يعني لو كانت البنت دي على علاقه بمحمد، او كان محمد وحش، او كان كلام من ده، المفترض ان كانت طلقت، او انها النهارده سابت جوزها، او ان جوزها رماها، لكن مع ذلك ده هم مستمرين في حياتهم الى الان. ذنب محمد، ذنب محمد ان محمد ظهر في القريه هم فيها اللي كانوا عايزين يظهروا بس. ذنب محمد انه كان في ليبيا حب يعمل ابوه وامه. ذنب محمد انه كان شاب محترم كان عايز يكون له النهارده اسره كويسه وابن اسره كويسه. ذنب محمد انه كان في العزبه دي. فهو الامر كله كان مدبر من الالف للياء. بناء عليه اتحركنا، عملنا المحضر، اتصلت بالجهات المعنيه يوم ما اتكلمنا عم عطيه، والجهات كلها اتحركت من اول مامور المركز لحد رئيس المباحث الى النيابه العامه. نزلت عملت معاينه على الجثه اللي موجوده وعلى الاشياء اللي هي اللي كانت اللي اتلقت اللي هو الجمجمه وبعض العظام اللي كانت موجوده، وفي عظام تانية على فكره للامانه يعني موجوده، لان لما الحفار طلع العظم برضه من قله يعني قله الدين او قله الضمير او نقول زي ما نقول انه يحط العظم ويحط فوقه شرب عشان يخفي معالم الجريمه مره تانية. احنا بنتكلم في جريمه والله لو في فيلم ما هنصدقها. يعني احنا شفنا فيلم سفاح الجيزه
او سفاح بتاع اللي هو المسلسل بتاع سفاح الجيزه دولت تعدوه وتخطوه بمراحل. الراجل التاني ده كان بيقتل ويدفن، دولت ما دفنوش، دولت حطوه في ماسوره صرف عشان السمك ياكله، عشان القرف والجيفه تاكله. وكان الامر النهارده بنتكلم عن قضيه ما يعملهاش الكافر او ما يعملهاش اي بشر في الدنيا كلها. احنا بنتكلم عن ان الناس دي تدبروا تدبير كامل. الناس دولت 8 سنين بيهنوا الراجل ده، الناس دولت 8 سنين بيذلوا في الراجل ده بان ابنه مش موجود. الناس دولت حتى لما انضبطوا وراحوا النيابه اعترف بعضهم بالجريمه اللي هم عملوها، اعترفوا الى ان هم قالوا ان احنا ايوه ضربنا محمد، اتعدينا على محمد وقت الواقعه، وبعد كده محمد اتبخر، محمد راح فين ما نعرفش، محمد لحد ما جت تحريات المباحث المبدئيه. وعلى فكره التحريات الثانيه اللي جت لمحمد اللي هي التحريات اللي هي الاخيره جت من فرع البحث من علي بيه ندى مفتش المباحث، هو اللي حط تحرياته، حط تحريات على مرتين. التحريات قال فيها الاول ان صحه الواقعه ان هم قتلوه، والواقعه الثانيه قالوا ان هم دفنوه بالطريقه الوحشيه والهمجيه اللي انتوا شفتوها واللي انتوا سمعتوها. معانا فيديوهات لما تشوفها في استخراج الجثمان تقول ان مستحيل تكون الفيديوهات دي فيديوهات طبيعيه. معانا اشياء وامارات ودلالات مستحيل تقول ان اللي فكر في الفكره دي او اللي فكر في الامر ده بني ادم. ليه كل ده؟ حتى ولو كان على علاقه بواحده القضاء موجود، حتى ولو كان احنا مش في زمن غابه، ولا احنا النهارده في بنقول ان احنا مش في زمن قانون، لا ده احنا في دوله قانون، دوله بتحميها القانون وبيحميها سياده القانون. القانون ده اللي احنا النهارده بنتعلق باثاره وبنقول احنا عايزين حقنا، عايزين حق الناس الغلابه اللي اتبهدلوا. القانون اللي احنا النهارده اتكلمنا فيه، انا والله لا ازكيهم على الله، لكن من اول معالي المستشار حلمي بيه عطله هو استجاب لكل النداءات اللي احنا قلناها. خالد بيه عبد الودود نزل عمل المعاينه على ارض الواقع، محمد بيه اللي مشي ما كلش وما سابش جهد الا وبذلوا معانا. الناس دولت كنا بنقدم الطلب بيتفتح لنا المكاتب عشان خاطر حقنا وعشان خاطر الظلم اللي اترفع عننا. حتى الناس دي يوم السبت اللي فات لما راحوا يحضروا جلسه ابنهم، يحضروا يشوفوا الجلسه بتاعت ابنهم ويتابعوها، وكان لهم لقاء في النيابه، انضربوا في قلب النيابه وبهدلوا من الناس دي. الناس دولت مستهترين بيهم لدرجه لا تتخيلها. الناس دولت عايزين، انا اسف في اللفظ، عايزين ان الناس دي تموت، عايزين ان الناس دي الحقيقه اللي هم عايزين يوصلوا لها تموت، عايزين حتى ابنهم مات ويموتوهم كمان. الناس دي فعلا اتظلموا النهارده، ما قدمناش الا القضاء العادل. بنقول لمعاليكم ان هم ظل الله على الارض، احنا بقى متمسكين بظل الله على الارض ان شاء الله بامر الله. القضيه احيلت الى محكمه جنايه شرق طنطا، احنا مع القضيه، انا مع القضيه في الاول وفي الاخر، وبقولها لحضرتك وللكل وللدنيا كلها، انا مع القضيه، مش هسيب القضيه الى الاخر. المحاماه مهنه ورساله، وانا النهارده خدت رساله الناس دي وخدتهم على عاتقي، وان شاء الله بامر الله معاهم حتى ان انا اظهر الحقيقه واجيب لهم حقهم، ابنهم اللي اتفقد. الناس دي فعلا اتبهدلوا بما فيه الكفايه اللي احنا نقف معاهم لله قبل ما يكون لماده او لاي شيء اخر. انا مش واخد القضيه لا لشوف ولا لشهره، والناس دي تعرف الكلام ده كويس. والناس دلوقتي يقولوا لك انا في الاول وفي الاخر القضيه دي كانت بالنسبه لي رساله ان انا اجيب لهم حقهم وحق ابنهم اللي هم كانوا بيجوا لي من بشبيش لحد قريه دخميس عشان خاطر يقعدوا يوم الجمعه. والله 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 انا كنت بشوف فيهم، كنت بشوف فعلا فيهم الظلم اللي في الدنيا كله لو اتجمع كان في عيون الناس دي. الناس دي اتظلمت، اتظلمت بكل ما تحمله الكلمه. الناس دي اتظلمت، اتسجنوا، اتبهدلوا عشان خاطر ان هم كانوا بيدوروا على ابنهم اللي هو الناس ديت قتلوه. مش غدر، ده المغدور شهيد، ده غدر، اتقتل غدر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان محمد عبد الفتاح يقوده التحريات اللي قالت كده برضه، عشان خاطر وعدوه بوظيفه، بوظيفه او بعقد سفر بره خارج البلاد. كل ده عشان محمد ظهر في وسطهم، كل ده عشان واحده مش عارفين يحشوها عن محمد. احنا بنقول النهارده لو القضاء النهارده، احنا عارفين ان هو القضاء هيجيب لنا حقنا، احنا بنقول لو انتوا كان عندكم حق بالنسبه لمحمد كان عندكم القضاء، لكن انتوا ما لجأتوش للقضاء. احنا بقى لجأنا لربنا في الاول، وبنلجأ لقضاء مصر العادل، وان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى مكملين لحد ما نظهر حقيقه الناس ديت ونجيب لهم حقهم ان شاء الله. اخر طلب هم طالبينه، وده هو احنا بنوجهه للمسؤولين كلهم، ان الناس دي محتاجه ان هم يدفنوا ابنهم، وهم الطلب احنا قدمناه، محتاجين سرعه الاجراءات بس شويه في ان الطلب ده يخلص للناس ديت، لان الناس دي فعلا اتظلمت. فاحنا بنشكرك وبنشكر كل المتابعين وهم يكملوا معانا.
نشكر حضرتك معالي المستشار. الحاج كلمه اخيره بقى تقول لنا على طلبك، انت قلت ان انت عاوز جثه ابنك تدفن. انا عايز جثه ابني عشان ندفنها، عشان الام بترتاح. الام يمكن الاب متمسك شويه، لكن الام وكل عارف ان الام قلبها بوجعها، وكل عارف ان الام قلبها بوجعها. يمكن الاب بيتمسك شويه، بيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده، لكن الام صورته قدامها على طول، ما بتفرقهاش. لكن انا بشكر برضو الاستاذ محمود، لان ده راجل في قمه الاحترام، وقال لي محمد اخوي فوق كل حاجه، محمد اخويا وهجيب له حقه ان شاء الله. لا للماده ولا الكده، هو راجل قال لي وعدني ان انا دي محمد اخوي. قلت له زيدني شرف يا محمود، يا محمود بيه. ان شاء الله كلنا ثقه في عداله القضاء المصري. شكرا لحضراتكم اعزائي متابعي تليجراف مصر، دي كانت تغطيتنا معكم من داخل مدينه المحله الكبرى هنا في محافظه الغربيه. شكرا لطيب سماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.